السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض دلوقتي وصفة سريعة كده. هنعمل رز بسمتي، يتقدم جنب مشويات، يتقدم جنب شيش طاووق، كفتة، فراخ مشوية، اي حاجة تحبوها. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. معانا هنا دول 3 كوبايات رز بسمتي مغسولين ومنقوعين ساعة ومتصفيين كويس، معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة كاري، قرفة خشب، ليمون المجفف ده، 3 ورق لورا، دي بصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، بسلة وجزر مكعبات، 2 كبار سمنة على 2 زيت ذرة. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت الحلة هنا بتاعتي اهيت على نار عالية، هننزل فيها بقى بالسمنة والزيت. السمنة قدحت معايا اهي، هننزل بقى بالبصلاية المتقطعة، هتاخد تشويحة بس كده بسيطة. وانا بشوح البصلة هنزل معاها بالبهارات بتاعتي دي، اللي هي كركم وكاري وقرفة خشب وليمون مجفف وورق لورا. لما بننزل بالتوابل بتاعتنا كده مع البصلة وهي بتتشوح، تشم ريحة بقى، بتبقى صراحة ريحة فظيعة. يا دوب بس كده البصلاية بتاعتي هتدبل شوية وهنشوف هنعمل ايه. يا دوب قلبت تقلبتين كده، وهنزل بقى بالبسلة والجزر برضو، ياخدوا تشويحتين كده مع البصل والتوابل كده بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم الريحة طالعة فظيعة. زي ما احنا شايفين كده اهوت، البصلية دبلت، هننزل بقى عليه بالرز. دول 3 كوبايات رز، انا غسلهم كويس ونقعتهم لمدة ساعة. لو عندك شوربة يبقى حلو قوي، ما عندكيش يبقى هتستخدمي مكعبين مرقة كده. هنقلب بقى كده الرز مع التوابل بتاعتنا، مع البسلة والجزر والبصل، الريحة طالعة جميلة قوي ولونه كمان جميل. انا بحب احط بسلة وجزر مع الرز البسمتي، الوانه بتبقى حلوة كده، بتفتح النفس وكمان بيزود القيمة الغذائية بتاعته. ممكن تعمليه سادة من غير خضار زي ما تحبي حسب رغبتك. كنا بنقول لو عندك شوربة تسقي بيها الرز بيبقى تمام قوي، افضل كتير. ما عندكيش شوربة يبقى هتجيبي مكعبين مرقة دجاج، وهنحط لكل كوباية رز 2 كوباية مية مغلية. هنشوح بقى الرز كده مع الحاجات اللي احنا حطيناها دي تشويحتين كده عشان ياخد من طعمه، وبعد كده هنحط له المرقة بتاعتنا. عندي هنا الرز انا شوحته كويس قوي مع الحاجات اللي حطيناها قبل كده، ومجهزة هنا حلة فيها 6 كوبايات مية عشان احنا حاطين 3 كوبايات رز، دي حلة فيها 6 كوبايات مية. حطيت معاها مكعبين مرقة دجاج ومعلقة ملح كبيرة، سبتهم على النار يغلوا وهنسقي بيها الرز بتاعنا. هنديله بس تقليبة بسيطة كده، وبعد كده ننزل عليه بالمرقة بتاعتنا. بسم الله. كل لما نيجي نعمل حاجة ونحط فيها، يعني نعمل رز او كده ونحط فيه المية تبقى مغلية افضل كتير طبعا لما نحطها من الحنفية تبقى باردة كده. هنغطي بقى دلوقتي عليه ونسيبه لما يتشرب المية بتاعته. هنغطي عليه نار هادية خالص، وبعد كده نشوفه مع بعض بعد كده لما نقدمه. هنبص بقى كده على الرز بعد ما اتشرب،
هنقلبه بشوكة. بعد الرز ما يتشرب، أي رز مش لازم البسمتي بس، أي رز لما يتشرب ونيجي نقلبه نديله تقريبا كده بشوكة مش بمعلقة خالص، علشان الرز يبقى مفرفر كده وتبقى الرزاية مفصمة التانية. بشوكة يا جماعة مش بمعلقة، ادينا له التقليبة بقى كده خفيفة اهي عشان ما نجرحش الحلة، لان الشوكة بتاعتي معدن والحلة فيراميد. هنغطي بقى كده عليه وهنغطي عليه خالص لحد ما يستوي، ونبقى نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. دول بقى شوية مكسرات كده، عبارة عن لوز انا قطعته انصف بالسكينة، وزبيب سوداني حطيتهم في معلقتين سمنة وولعت عليهم، هشوحهم بس تشويحة بسيطة كده مع معلقتين السمنة، وهنحطهم على وش الرز لما نيجي نقدمه ان شاء الله. ما عندكيش مكسرات عادي مش لازم خالص، هو كشكل جمال يعني، وطبعا كطعم احلى. الرز بتاعنا بعد ما استوى وتشرب ما خدش وقت، شايفين مفلفل ازاي، مفلفل وجميل وريحته طالعة جميلة قوي. هنقدمه بقى مع بعض وعلى وش المكسرات ونشوف كده شكله هيبقى عامل ازاي. هنا هو ده الرز بتاعي، قدمته وحطيت على وش المكسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.